يقول السائل: هل من تاب إلى الله عز وجل يقال فيه هذا تائب، هذا تائب مراوغة وغير صادق؟ لا يجوز لنا الكلام في الناس، الله يعلم النيات، إذا تاب وأظهر التوبة فإننا ندعو له بالقبول، أو شفنا أحد يصلي قلنا هذا ريء، لا يجوز هالكلام هذا. نكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بإخواننا المسلمين، ولا نزكي أنفسنا، نشغل بالناس ونترك أنفسنا. إن كان عندك لوم أو فعليك بنفسك، وأما الناس دعهم لله عز وجل. نعم.